بخطى ثابتة يتجه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا المنتهية ولايته نحو ولاية ثانية بعد تصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت. وفق أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، حصل الغزواني على 55.72%، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات. حل ثانيا برامد عبيدي بنسبة 22.46%، ثم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية حمادي ولد سيد المختار بنسبة 13%. خاض الغزواني الاستحقاق الرئاسي أمام 6 مرشحين تعهدوا بإحداث أول تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد. وبين التغيير والاستمرار، اختار الموريتانيون الغزواني الذي قدم نفسه على أنه الضامن لاستقرار موريتانيا وسط شكاوى من منافسيه حول نزاهة الانتخابات.